Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo e Orfama, darbe Cezé, le dona il português, Ronaldo, 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 e é Sayed Lassiedi, é Habib Ilghali, Cristiano Ronaldo, a Raclete Cezé, lembro me ele 6 دقائق, lembro me ele 6 دقائق, لينال موضوع, وينال ملف, فماش مشكل, على دفاعات اتلتيكو مثل كريستيانو رونالدو هل تمت الاعاقه ولا الدول يتعدى الكونتاكت موجود رونالدو يسقط والحكم يرى دفع وانا اشاهد الدفع الاولى وهذه الصوره الاولى من استاد الفيسنتي كاديرون رونالدو جول عصو جول 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 ديل مرينجي يا سيد لاسيات يا حبيبي رونالدو الغالي رونالدو يسجل كريستيانو يبصم بالعشرة على أتلتيكو هدف عاشر منذ قدومه لإسبانيا في مرمى الأتلتي 1-0 للريال الحكاية انتهت الحكاية وفات ما فماش يعني شانس اليوم الأتلتي بهذه التشكيلة وبثلاثية الذهاب يتقدم رونالدو على يمين الجول والكرة في جول 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 دي رونالدو الليدر دي الليدر 1 المرينجي لا شيء أتلتيكو 1-0 لريال مدريد الشولو يخسر معركة الكاس الكوبا حلول وملك الحلول جارث بيل يمشي كرة واحدة اثنين جارث بيل وفيها ضربة جزاء ثانية نمبر 2 بينالتي 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 ديل مرينجي فيهاش كلام فيهاش كلام ولا واحد يناقش ولا واحد يحكي ديربي ضربات الجزاء ديربي الانطلاق من اليمين الصاروخ بيل ومن اليسار الأرمادا كريستيانو رونالدو والثاني ممكن في الطريق الثاني في الطريق الثاني في الطريق أرون زوبيا أم كريستيانو رونالدو يتقدم رونالدو والثاني أهل ندبهم الهدف الثاني للريال والخامس بين الذهاب والإياب قدام الجار لإعلان بداية المشوار ونهاية آخر المرينجي يواصل الصعود والأتلتي يبدأ مسلسل الانحدار 2-0 للريال عن طريق ثنائية كريستيانو رونالدو هدف ثاني من ضربة جزاء ليلة طويلة واش تعمل يا دييغو واش تعمل يا تشولو واش تعمل هذه التشكيلة لا تلاقي الريال وهو في الطوب الريال في الطوب وفريقك فصلت وفي الدوري ممكن هناك حسابات ثانية الأجواء تتوتر أكثر نترك التوترات في الكالديرون ماذا يحدث في الفيسنتي كالديرون ولكن سيكلمكم الآن زميلي خالد ياسين عما حدث فنيا في الشوط الأول وكيف انهاها الريال في ربع ساعة أو نقول في 5 دقائق تفضل زميلي خالد لك الخط والكلمة شكرا لزميل عصام الشوالي هدفان مقابل لا شيء في الشوط الأول فادة ريال مدريد وكما تلاحظون المباراة متوترة حتى وإن جاء الهدف شكرا لزميل عصام الشوالي هدفان مقابل لا شيء في الشوط الأول فادة ريال مدريد وكما تلاحظون المباراة متوترة حتى وإن جاء شكرا لزميل عصام الشوالي هدفان مقابل لا شيء في الشوط الأول فادة ريال مدريد وكما تلاحظون المباراة متوترة حتى وإن جاء الهدف شكرا لزميل عصام الشوالي هدفان مقابل لا شيء في الشوط الأول فادة ريال مدريد وكما تلاحظون المباراة متوترة حتى وإن شاء رونالدو كريستيانو رونالدو رونالدو يعرف أما ضربة جزاء ضربة جزاء للدون البرتغيز رونالدو 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 يا سيد لسياد يا حبيبي الغالي كريستيانو رونالدو وركلة الجزاء لم يمهلهم 6 دقائق لم يمهلهم إلا 6 دقائق لينهى الموضوع وانهى الملف فماش مشكل على دفاعات اتلتيكو مثل كريستيانو رونالدو هل تمت الاعاقه ولا الدون يتعدى
يتعدى، الكونتاكت موجود، رونالدو يسقط والحكم يرى دفع وانا اشاهد الدفع الاولى، وهذه الصوره الاولى من استاد الفيسنت كاديرون. رونالدو جول عطو. جول 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 ديل مرينجي يا سيد نسيات يا حبيبي رونالدو الغالي. رونالدو يسجل، كريستيانو يبصم بالعشرة على أتلتيكو، هدف عاشر منذ قدومه لإسبانيا في مرمى الأتلتي. 1-0 للريال، الحكاية انتهت، الحكاية وفات، ما فماش يعني شانس اليوم الأتلتي بهذه التشكيلة. وبثلاثية الذهاب يتقدم رونالدو على يمين الجول، والكرة في جول، جول جول دي رونالدو الليدر دي الليدر. 1 المرينجي، لا شيء أتلتيكو. 1-0 لريال مدريد. الشولو يخسر معركة الكاس الكوبا. حلول وملك الحلول جارث بيل يمشي كرة واحدة اثنين، جارث بيل وفيها ضربة جزاء ثانية نمبر 2. بينالتي 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 ديل مرينجي. فيهاش كلام، فيهاش كلام، ولا واحد يناقش ولا واحد يحكي. ديربي ضربات الجزاء، ديربي الانطلاق من اليمين الصاروخ بيل، ومن اليسار الأرمادا كريستيانو رونالدو، والثاني ممكن في الطريق، الثاني في الطريق، الثاني في الطريق. آرون زوبيا أم كريستيانو رونالدو؟ يتقدم رونالدو والثاني. أهل انتبهوا، الهدف الثاني للريال والخامس بين الذهاب والإياب قدام الجار لإعلان بداية المشوار ونهاية آخر. المرينجي يواصل الصعود والأتلتي يبدأ مسلسل الانحدار. 2-0 للريال عن طريق ثنائية كريستيانو رونالدو. هدف ثاني من ضربتي جزاء. ليلة طويلة، واش تعمل يا دياغو؟ واش تعمل يا تشولو؟ واش تعمل؟ هذه تشكيلة لا تلاقي الريال وهو في التوب. الريال في التوب وفريقك فصلت. وفي الدوري ممكن هناك حسابات ثانية. الأجواء تتوتر أكثر. نترك التوترات في الكالديرون. ماذا يحدث في الفيسنتي كالديرون؟ ولكن سيكلمكم الآن زميلي خالد ياسين عما حدث فنيا في الشوط الأول وكيف انهاها الريال في ربع ساعة أو نقول في 5 دقائق. تفضل زميلي خالد، لك الخط والكلمة. شكرا لزميل عصام الشوالي. هدفان مقابل لا شيء في الشوط الاول فادت ريال مدريد، وكما تلاحظون المباراه متوتره حتى وان جاء الهدف. شكرا لزميل عصام الشوالي. هدفان مقابل لا شيء في الشوط الاول فادت ريال مدريد، وكما تلاحظون المباراه متوتره حتى وان جاء. شكرا لزميل عصام الشوالي. هدفان مقابل لا شيء في الشوط الاول فادت ريال مدريد، وكما تلاحظون المباراه متوتره حتى وان جاء الهدف. شكرا لزميل عصام الشوالي. هدفان مقابل لا شيء في الشوط الاول فادت ريال مدريد، وكما تلاحظون المباراه متوتره حتى وان